استقلال 2020، الشعب يستغيث بالمنتدب لإنقاذه من بطش حكامه. أفضل ما فعله حكام لبنان في ذكرى ما يعرف باستقلال 2020 هو إلغاء كل الاحتفالات بالعيد وعدم القيام باستعراضات. وقد تحجج المسؤولون بكورونا والإقفال العام لإلغاء الاحتفال، بينما المسألة مغايرة تماماً حسب ما يرى الجميع. وهنا يسأل كل مواطن سؤالاً جوهرياً، وهو هل فعلاً نحن بلد مستقل؟ وهل أن المسؤولون هم أشد قسوة من الاحتلال العثماني والانتداب الفرنسي؟ لكن تبقى الشعارات التي رددها الشعب خلال استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون أكبر برهان على أن الاستقلال كان حقيقة حولها المسؤولون على مدى 30 عاماً إلى كذبة. ويبقى شارع جروف الجميزة والشوارع المحيطة به وصولاً إلى الأشرفية والكارنتينا أكبر مثال على ماذا فعلت السلطة بشعبها نتيجة الانفجار. فقد تسلم اللبناني من الفرنسي عام 1943 دولة قوية ومتطورة ومتفوقة لتدور الأيام، ويصبح لبنان بلداً معزولاً يعاني من كافة الجوانب. ويرى عدد كبير من المواطنين أن الاستقلال غير موجود لعدم توفر أحد أهم شروطه، وهو وجود دولة موحدة بجيش واحد يحمل السلاح. أما من الناحية السياسية فإن الاستقلال غير مصان، لأن كل الدول تتدخل في لبنان ولها نقاط نفوذ، وقد شرع حكام لبنان هذا الأمر. وأكبر دليل على عدم وجود استقلالية هو عمل الرئيس ماكرون ليلاً ونهاراً على تأليف حكومة لبنانية بينما حكامنا يريدون هدم أساسات الدولة. أخيراً، كل تلك الأمور تدفع بالشعب إلى طلب أي شيء للتخلص من هؤلاء الحكام، حتى لو استعانوا بالمنتدب الذي خرج من البلاد منذ 77 عاماً.